تمام. طيب خلينا نبدا الاول ونسال مستر ديفيد عن نشاته، كيف كان لاعبا في كره القدم ثم تحول من لاعبا لمدربا. انا بدات المسيره بتاعتي في سويسرا وفي ايطاليا كلاعب كره قدم، ولعبت المنتخب الوطني، ولعبت منتخب وطني جميع الفئات من الناشئين للفريق الاول المنتخب الاول، خاصة لما لعبت في ايطاليا اخذت خبرات كبيرة مع نابولي الايطالي، نادي كبير طبعا ممكن نقارنه يعني نجوميته او شهرته بشهرة النادي الاهلي في مصر، وفكرة ان العب في نادي كبير زي ده طبعا ادتني خبرات كبيرة جدا، وشفت حاجات كتيرة جدا مماثلة بين نابولي وبين النادي الاهلي، ده نادي جماهيري، نادي كبير ليه جماهير في كل انحاء البلد وفي العالم كله، في جماهير نابولي زي ما في الاهلي كده بالظبط، وطبعا دي انديه تبقى كويسه ان الواحد يلعب ليها، وبرده في نفس الوقت في صعوبه ان تلعب لنادي كبير زي ده، لكن ده الحاجه الايجابيه الحاجه كويسه بالنسبه لنا احنا نلعب في نادي كبير زي ده وناخد خبرات. انت كنت بتلعب ايه في الملعب؟ ما يجب يعني بلعب في المناطق الهجوميه كلها سواء يمين او شمال، وينج رايت او ليفت، وبلعب دايما بقى ليا واجبات هجوميه في الماتش، بلعب حتى مركز نمره 10 تحت رؤوس الحربه، وانا كنت بقدر يبقى عندي مساحه ملعب مركز نمره 10 اني بخترق وبخش وبجيب اجوان وبزيد مع المهاجمين، ودي حتى ليه افضليه بتاعتي ان بقى ليا دور في الهجوم. اعتزلت بقى سنه كام وبعد كده اتجهت للتدريب ازاي؟ انا اخرت اعتزلت متاخر شويه لان كنت عايز ابعد عن الملعب، كان صعب ان ابطل الكوره بصراحه. كلنا هذا الرجل كان صعب، انت طبعا حضرتك كنت لعيب كوره وعارف ان اصعب قرار تاخده انك تبطل كوره، انك تنهي مسيرتك كلاعب صعب جدا. بطلت كوره 2009 2010، موسم 2009 2010. 2009 2010 بطلت. كيف تحول ديفيد من لاعب كرة قدم إلى مدرب؟ بعد ما خلصت بقيت أتمرن في نادي فلورنس في إيطاليا، وفي نفس الوقت أخذت شهادات التدريب بالاتحاد الأوروبي الويفا، قعدت 4 سنين عشان أخذ كل الشهادات السي والبي والأي في إيطاليا، واخر دبلومه خدتها للتدريب المتخصصه، خدتها المدربين بياخدوها عشان يمرنوا في الدرجه الاولى في ايطاليا في سيريا، وكان في مدربين في فلورنتينا وفي اي سي ميلان كانوا معانا في الدبلومه، ما كناش كتير بصراحه اللي وصلنا للمرحله دي، وكانت تجربه كويسه جدا بالنسبه لي ان اخد الشهادات دي، فادتني كتير. وفكره انك تدرب في ايطاليا تبدا تدريبك في ايطاليا ومعاك شهادات دي حاجه كويسه بالنسبه لك كمدرب. كانت اول تجربه ليا كمدير فني، خدت فريق في الدرجه الثانيه في سويسرا بعدها، واشتغلت معاهم، وبعد كده اشتغلت معاهم فتره وحققت نتائج كويسه، بعدها بحاجه بسيطه بعدها بفتره قليله روني فايلر طلب مني اجي مره معاه في اندرلخت. لان مع فايلر في تاريخ يجمعني معاه، كنا لاعبين بنلعب مع بعض في منتخب 20 سنه في المنتخب الاول مع بعض.